فأقبل الأحزاب وليس لهم أحد الكسرى فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب عوزي قد عزمت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها فما كانت إلا سودا وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني بسمرة أفوالي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتحزنني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا بلدي بنا شافي أمتي قد أزنت لك فدخل معهما الحسين عليه السلام تحت الكساء سلمت. قالت فاطمة الزهراء سلام الله هي عليها فما كانت إلا سفدا وحزام بحب الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبلا فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت الكساء فأقبل ولي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتحزنني أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا أخي ومسيحي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزمت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت
على فاطمة الزهراء وسلام الله عليها ثم أدخلت نهب الكساء فقلت السلام عليك يا أباتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي ويا بزمتي قد عزمت لك فدخلت معهم تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت هذا الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومينا بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا صلوات فقال الله تعالى اعلم يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة لأنهم تحت الكساء صلوات فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت هذا الكساء فقال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادر الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد عزمت لك فهبط جبرائيل أمين عليه السلام وقد أقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يدري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول
انما يريد الله ان يذهبه عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام. فقال علي عليه السلام يا رسول الله اخبرني ما ولد جلوسنا تحت على الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا فاستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام عزم بالله خذنا وسعدنا وكذلك وشيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي أمين. ولا مهموم إلا وكشف الله غمه. إلهي أمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي أمين. فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وسعدنا وكذلك وشيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیے. پاک ہے وہ پروردگار جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے. کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ توجہ چاہوں گا. کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ صرف وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. اس حدیث قصہ کو وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کرتے ہیں یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد رحم السلام کی طہارت و عظمت و بزرگی و پاکیزگی کا. بانی مجلس کی بچھی فرش آزاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھر میں رحمتوں کا نزول عطا فرما. جو مومنین یہاں موجود ہیں یا بھی نہیں آ سکے، مولا ان تمام کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما. مولا جو بے روزگار ہیں انہیں کھلا روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکات کا نزول فرما. مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مولا جو مقروض ہیں ان کا قرض اپنے خزانہ غائب سے ادا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما. امام زمانہ کا جل ظہور فرما. ہماری تمام دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے بانی مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص ان کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے.